السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة لو أول مرة تزورنا في القناة اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب أعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى متابعينا الكرام موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة في الجولة الثالثة طبعا المباراة كانت مؤجلة علشان الزمالك كان بيلعب في دوري أبطال أفريقيا في مباراة مؤجلة بين الزمالك وسموحة في الجولة الثالثة متابعينا الكرام المباراة هيكون معادة بإذن الله تعالى غدا الاثنين 28 12 2020 ملعب المباراه استاد الاسكندريه الخاص بنادي سموحه والمباراه يكون عدد الساعه 5 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا الساعه 6 مساء بتوقيت مكه المكرمه والسعوديه والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق الساعه 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا الساعه 7 مساء بتوقيت الامارات وعمان الساعه 4 عصرا او مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعه 3 عصرا او مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا المباراه بين الزمالك واسموحه زي ما قلنا الساعه 5 مساء القناه الناقله قناه اون تايم سبورتس اتش دي 2 اون تايم سبورتس اتش دي 2 وده لان الاهلي هيلعب مع الاتحاد الساعه 7 ونص مساء على قناه اون تايم سبورت الاولى متابعين الكرام مباراه الزمالك واسموحه معلق المباراه غير معروف حتى الان ولكن اعتقد بلال علام او مؤمن حسن او ايمن الكاشف او حاتم بطيشه او محمد الكوالين هم دول المعلقين اللي موجودين على اون تايم سبورت تعالوا الكرام كان معكم محمد دردي من قناه الاخر وخلاص اشترك في القناه فعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته